مشاهدينا من جديد منرحب فيكم، وطبعا بداية حلقتنا مع احتفالية ثقافية مميزة ضمتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حيث أقيمت أيام مهرجان دبي لمسرح الشباب بنسخته 15. طبعا ضمن تفاعل فني ركز على إبراز الإبداع عند المواهب الشابة بعالم المسرح. طبعا أتاح المهرجان منصة فريدة لعرض مجموعة متنوعة من العروض المسرحية سلطت الضوء على قضايا مجتمعية طبعا تهم الشباب. المهرجان شهد تنوع ملحوظ بالمشاركات وضم عدد من الندوات التطبيقية تحت إشراف ومشاركة باحثين وفنانين وممارسين مسرحيين، قدموا العديد من القراءات النقدية لمضامين الأعمال المسرحية وأساليبها. نتابع ولا شو نعمل هلأ؟ خلينا نتابع هذا التقرير. طبعا للمزيد معنا في الاستوديو مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في دبي للثقافة السيدة فاطمة الجلاف. صباح الخير. صباح النور يا مرحبا، نورتينا اليوم. الله يسلم. بداية، كيف يعني تعتقد أن الاهتمام باللغة العربية وطبعا التي تناولتها العروض المسرحية خلال هذا المهرجان، كيف تعكس تطلعات المجتمع الإماراتي؟ طبعا أهمية اللغة العربية في مجال المسرح أو في مجال أو أداءات الممثلين من الأشياء المهمة في تطوير شخصية الممثل، في إعطاء الممثل فرصة في إثبات ثقته بنفسه، وأيضا في يعني حركته على المسرح هي أساس لحركته على المسرح. لغة الجسد. لغة الجسد، نعم. فاللغة إذا كانت يعني ضعيفة فالأداء بيكون ضعيف بشكل يعني بشكل متابع لهذا على المسرح. نعم. طيب حضرتكم كيف تصفوا تجربتكم بمهرجان دبي لمسرح الشباب؟ طبعا دبي للثقافة دائما تسعى إلى الارتقاء بالشباب وطموحاتهم في مجال المسرح، وإعطاهم طبعا الفرصة الكبيرة من خلال المنصات اللي تقدمها دبي للثقافة وأيضا المؤسسات الثقافية، يعني تعطيهم الجانب اللي هم يشاركون فيه في مهرجان مثل مهرجانات، سواء كان مهرجان الشباب أو المهرجانات الأخرى. اللي يميز هاي الدورة من عام 2024 وهي الدورة 15، فالشباب كان عندهم ثقة كاملة في تقديم عروض شبابية بقضاياهم بمواضيعهم اللي تهمهم، أو أيضا كانت متنوعة بين الكوميدي وبين السريالي وبين بين أنواع عديدة من مدارس المسرح. نعم. طب حابين نعرف منك أكثر سيدة فاطمة، شو هي أكثر العروض اللي كانت تأثيرا ب... كانت واضحة العروض من خلال الجمهور. كان في عروض مثلا جيران القمر، كان ما شاء الله الجمهور كان مكتسح المسرح، يعني المسرح كان فل، او ايضا ما كان في كراسي للباقين يعني. نعم ما شاء الله، يعني كان الحضور كبير، كان تفاعل مع الجمهور، وايضا قدم رساله لامست الجمهور، يعني اعطتهم
يعني عمق في الإنسانية البشرية، وأيضا أعطتهم الصورة الكاملة للعرض المسرحي. جيران القمر. جيران القمر. شو بتحكي القصة؟ صار عندي شوية هي تحكي عن الإنسانية والتعاملات بين البشر وهالأمور يعني. وهي كانت استعراضية أيضا، وأيضا استخدموا الأسلوب الابتكاري في 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 العرض يعني. جميل. طبعا مسرحية جيران القمر حائزة على 5 جوائز. نعم. صح؟ طيب الجوائز عادة تعتبر بمثابة وقود الإبداع عند الفنان. نعم. ومحفز بالوقت نفسه. بالضبط. وحضرتكم كان في جائزة خاصة للابتكار الفني. بالضبط. أدي هالأمر بحفز الشباب أنه يقدموا أفضل ما عندهم، ليس فقط للحصول على تفاعل الجمهور ولكن ربما لنيل الجوائز. بالضبط. نحن في دبي للثقافة ابتكرنا هاي الجائزة أو استحدثنا هاي الجائزة في من 2 تقريبا. نعم. يعني في سنة 2023 و24، وكانت لها أثر كبير في تطوير أعمال الشباب من كل الجوانب، سواء كان مثلا العمل الجماعي، التناغم الجماعي بين الفنانين في أثناء العرض، وأيضا في مثلا السينغرافيا أو في الـ 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 في كل جوانب العناصر المسرحية. وحضرتك ذكرت أنه هيدا الدورة هالنسخة من المهرجان، النسخة 15، لمستوا ثقة أكثر من الفنانين بأنفسهم، وهيدا الثقة يمكن بيكون منبع التدرب الزائد ولكن أيضا التناغم بين أعضاء الفريق. بالضبط. نعم. وأيضا الجوائز هي تحفيزية، وفي نفس الوقت هي التنافس بشكل بينهم على هاي الجوائز، أو وكل يعني كل فرقة أو كل مخرج في هاي العروض يعني يحرص على أنه هو يتابع كل المسرحيات اللي كانت موجودة في المهرجان، عشان هو يحسن من أداء الممثلين وأداء العرض بشكل عام. نعم. بالتأكيد يعني مهرجان مثل هذا في تحديات. أكيد. حابين نعرف شو التحديات اللي تعرضت لها الفرق المسرحية. تحدياتهم دائما، لأن المسرح مسرح الشباب هو يحكمها فئة عمرية يعني معينة من 15 إلى 35، فهم عندهم يمكن النصوص كانت شوية فيها تحديات، وأيضا يعني وجود المخرجين الشباب الطموحين في إعطاء هذه العروض يعني طابع الشبابي، سواء كان اختيار النص أو اختيار الممثلين، اختيار فريق العمل. عندهم تحديات أيضا في مثلا الوقت، ممكن يكون يعني مثلا بعد المشاهدة. نعم. نحن يكون في لجنة مشاهدة العروض، وبعدين عندهم تقريبا شهر أو أقل من شهر أنهم يعني يعدلون العمل بشكل كامل على أساس أنه يدخل في المهرجان. جميل. طيب نحن طبعا ألقينا الضوء على جيران القمر، ولكن في أيضا أعمال أخرى. أكيد. عرضت. أكيد. يرجع عدم الاتصال. نعم. وعزلة من الأعمال أيضا يلي لقوا تفاعل واستحسان، خبرينا عنهم. في الـ 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 العروض جميعها كانت مؤثرة في المهرجان، وكل عرض كان له دور مختلف عن الآخر، يعني التنوع في المواضيع كانت واضحة في هاي الدورة. نعم. يعني مثلا مسرح العين مثلا قدموا مسرحية يرجع عدم الاتصال، وهي تتكلم عن يعني الشاب في مقتبل عمره بعد ما يتوظف وياخذ الديون من البنك وهالامور يعني وتبعياتها يعني. أوكي. فهذه هاي يمكن قضيه شائعه في بين الشباب وبين الكل، والكل قاعد يخوض فيها يعني، فتم عرضها وتم ملامسه الجمهور فيها، وحتى الشباب يعني لقوا متنفس آخر أن هم يعبرون عن هذا الموضوع في عرض مسرحي. نعم. طبعا هذا التتويج أوكي للفرق يمكن المسرحية واللي كانت موجودة، كيف ممكن يستمر عمله إلى ما بعد المهرجان أيضا؟ طبعا الفائزين أو حتى الفرق بشكل عام، هيئة دبي للثقافة والفنون تقوم بدعم هذه الفنانين، سواء كان بي يعني
في كان فرصة أن هم يشاركون في مهرجانات أخرى أو أن يشاركون في فعاليات تقوم فيها الهيئة مثلا في دولة الإمارات ولا خارج أيضا دولة الإمارات؟ دولة الإمارات أو خارجها يعني. وممكن إحنا يعني في السنوات القادمة يعني أن نحن نحاول نخليهم أكثر انتشارا في سواء كان في الخليج أو الوطن العربي إن شاء الله، خاصة إذا مواهب بتستحق الانتشار والدعم. نعم. ضل متابعينهم إلى نعم الانتشار الأكبر. أكيد. طيب سيدة فاطمة، حضرتكم بتحطوا بتعاون طبعا مع المهرجانات مثل مواضيع أو خطوط عريضة عامة للأعمال يلي حابين تعرضوها بكل نسخة، يعني توجه معين حضرتك ذكرتي في الأنماط المسرحية المختلفة من الدراما وكوميديا وسوريالية، ولكن المواضيع هل في توجه أو خط عريض بتنضوي تحته الأعمال؟ نحن كنا في السنوات الماضية يعني كنا يعني نعطيهم موضوع معين أو هم يعني يحاولون أنهم يعني يدورون نصوص من هذا من هذا الموضوع. بس ارتأت يعني دبي للثقافة أن وجود فرصة الحرية في اختيار المواضيع ممكن تشكل إبداع أكثر، يطلق العنان للإبداع. هذا ما لامسناه في الدورات الأخيرة، فأعطيناهم الفرصة أنهم يختارونها بس في إطار معين، أن هم يعني الإطار سواء كان الاجتماعي الأخلاقي الإنساني وهالأمور كلها يعني في يعني يتبعونها، وأيضا يطلقون العنان في اختيار المواضيع اللي هي تلامسهم. نعم. والواقعية. بس هيك وبسرعة سيدة فاطمة، شو من خلال هاي العروض كلياتها شو لمستوا القضايا التي تهم الشباب أكثر؟ القضايا التي تهم الشباب نفس ما تكلمت يعني هم عندهم قضايا طبعا سواء كانت الفرص الوظيفية، الديون مثلا، الوظيفة، المستقبل، وهذه الأمور كلها يعني اللي الكل قاعد يعني مثلا يواجهها في المجتمع، هي من وحي حياتنا اليومية وتلامسنا جميعا، وبالتالي تفاعل الجمهور هو علامة على أنه لامسته الأعمال. السيدة فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في دبي للثقافة، شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل التوفيق بالتحضيرات للنسخة 16 من المهرجان بالعام المقبل. شكرا.